فهتكون الكبده بدبس الرمان. الكبده من الحاجات اللذيذه جدا، تنفع بقى سندوتشات، ننفع نقدمها جنب مكرونه، تنفع ايه تتاكل بال ايه تاني، حاجات كتيره جنب بطاطس بقى، جنب سلطه، المهم اكله لذيذه كلنا بنعشقها. يلا بينا نقول مقاديرها وبعدين نشوف الطريقه مع بعض. عندنا كيلو من الكبده، والكبده هنا هتقطع مربعات او مكعبات حوالي كده سنتي في سنتي او سنتي ونص في سنتي ونص كده. عندنا كمان بصلة كبيرة مفرومة، عندنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، فلفل حامي متقطع شرايح رفيعة، الكمية بتاعته على حسب ذوقك وعلى حسب بتحبي الأكل سبايسي ولا لا. عندنا كمان نص كوباية من دبس الرمان، وربع كوباية من عصير الليمون، وملح وفلفل أسود. دي مقادير الكبدة، وهنقدمها جنب بطاطس محمرة وعيش بقى ومخلل، والدنيا هتبقى زي الفل. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. بداية الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة حاولي تجيبيها من عند حد تكون محل نظيف، محطوطة في التلاجة، ما تبقاش متعرضة للهواء، مش متعرضة للطيور أو الحشرات الطايرة والكلام ده كله. هناخدها واطلب منه لو انا يعني مش حابه انه يقطعها لي على القطاعه بتاعته او البلانشه بتاعته، فانا بجيب قطعه كامله على بعضها وابتدي امسحها من بره كويس جدا بمناديل مطبخ، تمام؟ وكده بقى اتاكدت ان اي شوائب اتحط عليها من بره فانا مسحتها، وبعدين ابدا اقطعها انا بسكينتي النظيفه وعلى قطاعتي النظيفه، بالشكل ده ابقى ضامنه نظافه الكبده، تمام؟ اهم حاجه ان احنا ما نغسلهاش. وتعالوا بينا بقى نحط في الطاسه بتاعتنا شويه زيت يكونوا محترمين علشان ننزل فيهم الكبده. الطاسه بتاعتي سخنه والنار عاليه، ونحط الزيت ونسيب الزيت بتاعنا يسخن كويس جدا، يسخن كويس جدا عشان لما ننزل الكبده في الطاسه الكبده على طول تحتفظ بالعصاره بتاعتها وتفضل معايا طريه وما تشدش وما تنزليش السوائل اللي جواها، تمام؟ قلنا عندنا كمان في المقادير معلقه ثوم مفروم، وهنا عندنا قرن فلفل حامي، تقدري تحطي مكانه فلفل بارد، تقدري تزودي كميه الفلفل الحامي زي ما انت عايزه. يلا ناخد الكبده بقى ونروح علشان نديها تشويحه كويسه. يلا مستنيين تليفوناتكم على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. هستناها تسخن كويس قوي قوي، واهم حاجه النار عاليه. وادي تقطيعه الكبده بالشكل ده، تمام، علشان تبقى سهله ان هي تستوي على طول، ما نقعدهاش على النار فتره طويله، تمام. وطالما هي ما اتغسلتش وما جاش عليها ميه، عمر ريحتها ما هتزفر وطعمها ما هيتغير، كمان مش هيبقى فيه سوائل لما تنزل في الزيت تبرد الزيت وتبتدي هي كمان تنزل السوائل بتاعتها، وده بيفقدها طعم وبيفقدها كمان فيتامينات كتيره بتبقى موجوده جواها بتنزل في الميه اللي بتنزل منها، فاحنا عايزين نحتفظ بكل الفوائد بتاعتها فيها، علشان كده مش هنغسلها خالص عفوا. ويلا بينا الزيت سخن خالص، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين سخونيه الزيت دي المطلوبة، وأول ما ننزل الكبدة هتلاقي لونها بدأ يغير، ما نقلبش كتير، مش محتاجة تقليب كتير علشان برضو ما تجيبش المية بتاعتها. وهحط لها معلقة الثوم المفروم، لما الاقيها ابتدت تقفل المسام بتاعتها من ناحيه اللي هي الناحيه طبعا الملامسه للحراره، هبدا اقلبها الناحيه الثانيه واحنا حاطين معاها الثوم. بصوا اكله سهله وسريعه جدا، مش تاخد منك 10 دقائق بالظبط، وهتكون اتعملت وخلصت وهتديكي نتيجه روعه بجد. جهز معايا كده البصل والفلفل، واخدين بالكم معايا مفيش اي سوائل نازله خالص في الوك بتاعنا، وتقليبه من وقت للتاني حتى لون الكبده لما ما بتغسلش وما بيكونش فيها سوائل بتلاقي لون الكبده نفسه فاتح مش غامق ومسود، بصي لونها تحفه جدا، تمام. ده المطلوب علشان تطلع معايا كبده طريه وطعمها لذيذ، احلى كمان من ناكلها في المطاعم. لما الاقي الكبده خلاص ابتدت تدخل في التسويه بالشكل ده، تمام كده، هضيف الفلفل وهضيف البصل.
احنا لسه ما حطيناش اي توابل. لونها رائع جدا. شايفين الشكل والريحه بجد هنا تحفه جدا. هبدا اضيف بقى الملح، والملح على قد الكميه اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفلفل اسود زي ما قلنا، تقدري تكتري في الفلفل الاخضر، تقدري تحطي بارد وحامي، تقدري تحطي حامي بس، تقدري تحطي بارد بس، على حسب ذوقك وعلى حسب اللي عندك في البيت بيحبوا ايه. هايل جدا. احنا كده بس هنقلب لغايه ما البصله بتاعتنا تدبل علشان اخد الطعم المسكر بتاعها، والكبده كمان هي كده تعتبر خلاص دخلت في التسويه. ونجهز معانا بقى اخر حاجه بنضيفها اللي هو دبس الرمان وكمان عصير الليمون، وده اللي هيدي طعم مسكر وفي مزازه شويه بتاعه دبس الرمان وبتاعه الليمون، هيدي طعم حلو جدا جدا للكبده. يبقى احنا من البدايه كده عملنا ايه؟ حطينا شويه زيت حلوين كده على قد طبعا كميه الكبده اللي عندنا، وسبناهم سخنوا جامد جدا، والكبده بتاعتنا اللي متقطعه صغير نزلنا بيها في الزيت السخن وادينا لها تشويحه، ما قلبناش كل شويه من فتره للتانيه نقلب تقليبه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. وبعد كده ضفنا معلقه الثوم المفروم او متقطع صغير، وبعدين بعد ما الثوم اتشوح وطلعت ريحته مع الكبده حطينا البصل وحطينا الفلفل، واتفقنا ان الفلفل يكون بارد او حامي على حسب رغبتك. بعد كده حطينا الملح والفلفل كمان وتبلنا الدنيا خلاص، والدنيا زي الفل كده. الطبق بتاعنا يعتبر خلاص قرب يجهز. هستنى لو في اي سوائل ان هي تقل. طبعا السوائل نزلت بقى من البصل اللي احنا حطيناه والفلفل، تمام. هستناها تقل شوية وبعدين نضيف على طول عصير الليمون ونضيف دبس الرمان. ما اخدتش مننا وقت خالص زي ما قلت لك، 10 دقايق بس وبتلاقي الدنيا زي الفل. يلا بينا بقى نضيف الصوص بتاعنا، وده هيفرق جدا جدا في طعم الكبده وهيديها طعم بجد لذيذ قوي. وكمان عصير الليمون. واخدين بالكم كمان اللون هيبدا ياخد كده شكل تاني ولمعه حلوه قوي، وطعم اكيد في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نخلي بقى كل ده يغلي مع بعضه بس غلوتين ونطفي عليه، وتتقدم بقى سخنه كده جنب عيش بطاطس محمره، هتديكي نتيجه هايله. واعملي سندوتشات براحتك للولاد هتعجبهم جدا. واخدين بالكم اللون بقى عامل ازاي؟ حتى قوام الصوص بتاع الكبده اللي هيبقى فيها هيبقى تقيل شويه، بس احنا هنسيبها على النار كده 5 دقايق بالظبط، الصوص يقل شويه، وبعدين نرجع لكم تاني على طول نغرفها. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، ويلا بينا بقى نرجع للكبده بتاعتنا ونشوفها اخبارها ايه. سبناها يعني 3 دقايق كده على النار لغايه اتشربت بقى من صوص الدبس الرمان والليمون، وبقت بالشكل الجميل واللون الجميل ده. يلا بينا بقى نغرفها، هتبقى لذيذه قوي لما تعمليها في سندوتشات، سواء بقى عيش فين وعيش بلدي زي ما تحبي. والصوص ده بقى لما ينزل في العيش بيطريه وبيخلي طعمه هايل جدا. ايه رايكم؟ الشكل روعه بجد وطعمها بيبقى في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الريحه كمان هايله جدا. تمام كده، بسم الله زي الفل. ممكن رشه بقدونس بقى بسيطه كده نكسر بيها اللون، بسيطه خالص. حلو قوي، شايفين لونها قد ايه جميل؟ تحفة.